صرح رئيس الحكومة مكلف يعني انه انا ما كنت بجي لو ما في وعود خارجية بالدعم. جربنا شوي نتقصى عن شو هذا الحديث وشو الاوساط وكذا. بيوصلنا خبرية صارت متقاطعة من ثلاث مصادر عطنا تقاطع المعلومة يؤكدها شوي انه الفرنسيين والامريكيين تعهدوا بس واحد جاي حطها باطارة قبل ما يستقيل سعد الحريري من يعتذر عن التكليف صار في جو انه هو بده يعتذر. صحيح. اللي وصلنا انه وصل له رسالة من الامريكيين والفرنسيين انه تريس. بعد يوم ويومين بنشوف السفيرة الامريكية والسفيرة الفرنسية بحدث مش صاير بولا دولة بالعالم على حد علمي يعني بيحملوا حالهم وبيسافروا على السعودية سفرة دول هون. صحيح. سفرة لامريكا بلبنان سافروا على السعودية وحكيوا مع السعوديين انه بحال اعتذر سعد الحريري بدنا نجرب نخلق contingency plan خطة بديلة لما نروح البلد على انفلات مطلق نضلنا ضابطين مضبوط بدنا تشيلوا الفيتو عن مئاتي. هل عندكم فيتو عن مئاتي؟ يقال عادوا برسالة انه السعوديين ما رح يحطوا فيتو عن مئاتي. بلغ هذا الامر باجتماع مع الرئيس عون لرجعوا التقوى اثنيناتهم للرئيس عون. صح. ويقال بهذا الاجتماع عم بنقول معلومات يعني انا ما بحب هذه الاخبار بس لانه بتفسرنا شوي بالاطار اللي جاينا بالاشهر القادمة انه بلغوا عدم فيتو سعودي على تسمية نجيب مئاتي. مش في رئيس عون قال انا ما عندي فيتو على اسمي آتي فليكن بس بالمقابل وصل لهم رسالة تفيد انه اذا خلص العهد من دون حكومة انا ما راح فل من القصر. هيدي مصادر هيك نقلت صحيحة غير صحيحة تقاطعت معلومات عندي من ثلاث مصادر فعلي اولى. والحديث مع الرئيس حريري صار انه هلأ صار فيك تعتذر لانه امننا الكونتينجنسي. طيب. بلان اجا قصة المئاتي. المئاتي يقال منعطى وعد بثلاثة مليار دولار. هالثلاثة مليار دولار جزء منهم هن 860 مليار اللي هي حقوق الصحب الخاصة للبنان من صندوق النقد مقابلهم في عقدهم تقريبا برامج من البنك الدولي 246 مليون دولار للعائلات الأكثر فقرا والباقي هي مجموعة مشاريع والدعم الذي جاية من الفرنسيين بالمؤتمر دعم لبنان وبيكمل ببعض الخطوات. هالثلاثة مليار هي لتخلي الوضع يستقر بالحد الأدنى من هلأ لسنة الجاية ينعرف شو بده يصير بالمنطقة واتجاه لبنان.